السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، أرحب بكم ودرس جديد من دروس مقرر الأحياء العامة العملي. درسنا اليوم إن شاء الله هو درس الشكل الظاهري لنبات زهري. هنستعرض فيه وصف الأهم الأعضاء النباتية. نبدأ نستعرض السيقان أو أنواع السيقان في النباتات. طبعا لما نيجي نشوف تعريف الساق، هي عبارة عن الجزء الرئيسي من المجموع الخضري، لأن ده المحور اللي بيحمل الأوراق والأزهار والثمار والبراعم وما إلى ذلك. طبعا معروف ان السيقان في النباتات اما انها سيقان قائمة، يعني تستطيع القيام والوقوف بذاتها، لانها بتكون سيقان خشبية فيها عنصر خشب كفاية وفيها انسجة دعامية قوية، وبالتالي بتجد ان الساق تستطيع الوقوف بذاتها، فبيسموها سيقان قائمة زي الاشجار والشجيرات والنباتات اللي هي سيقانها قوية، دي سيقانها بيسموها سيقان قائمة. لكن في سيقان أخرى من النباتات بتكون سيقان ضعيفة، يعني سيقان عنصر الخشب فيها قليل، الأنسجة الدعامية فيها قليلة، وبالتالي الساق بتكون ضعيفة، في المعتاد بيكون لونها أخضر زي اللي قدامنا دي كده، فلا تقوى الساق على الوقوف بذاتها، فتبدأ الساق إيه تسقط أو تنبطح على التربة نتيجة لضعفها ده. طبعا في أشكال متعددة من السيقان الضعيفة، احنا هنستعرض هنا نوعين من السيقان الضعيفة اللي هي السيقان المتسلقة والسيقان الزاحفة. بالنسبة للسيقان المتسلقة، قد تتسلق السيقان الضعيفة المتسلقة بعدة وسائل، منها مثلا الشكل اللي قدامنا ده اللي هو التسلق بالمحاليق. المحاليق دي عبارة عن خيوط بتنشأ من على ساق النبات، هذه الخيوط بتمتد حتى تجد دعامة مناسبة فتبدأ تلتف حواليها وتساعد النبات على التسلق باستخدام هذه الخيوط والاعتماد على أي دعامة جانبية جنب النبات. طبعا الخيوط دي بتنشأ من أماكن متعددة لأنها عادة بتوجد في سيقان كاذبة المحور، فمن عند كل نهاية ساق بتبدأ البرعم الطرف بتاعها طبعا يتحول أو يتحور إلى محلاق اللي هو الخيط ده، وتنشأ ساق جديدة وهكذا، وتبدأ الخيوط دي تنشأ من على الساق الكاذبة المحور بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا مثال عندنا اللي هو نبات الفيتس أو نبات العنب، ده مثال على النباتات المتسلقة بالمحاليق. في عندنا سيقان أخرى بتزحف على سطح التربة زي سيقان الفصيلة القرعية، زي نبات الخيار والقرع والحبحب وما إلى ذلك. هذه النباتات سيقانها ضعيفة فبتضطر اللي هي تزحف على سطح التربة، وعشان كده بنجد إن ثمار هذه النباتات حتى بتبقى منبطحة أو إيه موجودة على سطح التربة. طيب لو جينا نستعرض بعض التحورات في السيقان، يعني إيه تحور في الساق؟ التحور هنا مقصود بيه إن الساق هنا شكلها بيختلف عن الشكل المعتاد للسيقان العادية علشان تؤدي وظيفة أخرى غير الوظيفة المعتادة للسيقان العادية. يعني مثلا لما نيجي نشوف أمثلة للتحورات في سيقان النباتات، عندنا في الساق العصيرية زي اللي موجودة في نبات البرشوم، بتجد إن ساق النبات هنا بتتفلطح وتبدأ تبقى عريضة بالشكل ده كده، وتاخد اللون الأخضر لأنها بتقوم بالبناء الضوئي، لأن مفيش أوراق هنا تقوم بالبناء الضوئي، فبتجد إن الساق هنا مفلطحة عريضة تقوم بالبناء الضوئي، ثم إنها ساق عصيرية لها القدرة على اختزان المية داخلها. طبعا عندنا هنا الأوراق بتتحور إلى أشواك علشان تقلل من عملية فقدان النبات للمية، لأنه بيعيش في بيئة صحراوية، فالنبات هنا بيبدأ يستعيض عن الأوراق بأشواك تحميه ويقلل من النتح أو فقدانه للمية. وطبعا الساق هنا بتكون مغطاة بطبقة شمعية علشان تقلل من عملية فقدان المية. فإذا ساق نبات البرشوم هي ساق عصيرية متحورة، أحيانا بيسموها ساق عصيرية تمثيلية لأنها لها القدرة على القيام بالبناء الضوئي. لما نيجي نشوف شكل تاني من أشكال التحور في السيقان، عندنا مثلا الساق الأرضية الدرنية زي اللي موجودة في نبات البطاطس. طبعا نبات زي البطاطس بيكون له ساق هوائية بتحمل الأوراق، دي بتبقى موجودة فوق سطح التربة، أما تحت سطح التربة فبتجد ساق ريزومية، هذه الساق بتمتد تحت سطح التربة ويبدأ النبات يختزن المواد النشوية الغذائية فيها في بعض الأماكن في الساق الريزومية، فتبدأ هذه الأماكن نتيجة لاختزان الغذاء فيها تنتفخ وتتشحم وتديني شكل درنة البطاطس اللي هي المعروفة، فبالتالي بنسمي هنا الساق دي ساق أرضية درنية.
شكل آخر من تحورات السيقان في النباتات اللي هي الساق القرصية، أو ساعات بيسموها ساق متقزمة، اللي هي زي اللي موجودة في نبات البصل مثلا. بتجد إن أنت بتشوف في البصل الجزء الصغير اللي موجود تحت ده، دي عبارة عن ساق تقزمت نتيجة لتقارب العقد وانضغاط السلميات، فتحولت إلى شكل القرص بالشكل ده كده. ده بيسموها ساق إيه يا شباب؟ ساق قرصية متقزمة. طبعا الساق دي بتحمل جذور عرضية ليفية، بالإضافة للجزء اللي فوقها ده كله، ده عبارة عن قواعد الأوراق، لأن النبات بيختزن المواد الغذائية في قواعد الأوراق هنا طبعا. لكن الأوراق النصل بتاعها نفسه اللي هو الجزء الأخضر اللي موجود فوق ده عبارة عن نصل إيه؟ الأوراق.